السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. اليوم جبت لكم وصفة كويرات بنوة كوكو، دي بول بنوة كوكو. نبدأ على بركة الله. إليكم المقادير. عندي 125 غرام زبدة، 4 مغارف سكر ناعم سكر غلاس، 5 مغارف نواة كوكو، 2 حبات بيض، لا ليفور، زيست دو سيترون، وعندي لي سوريز كونفي، حب الملوك مصبر. بسم الله نبدا على بركة الله. نديرو مارغارين 125 غرام، نديرو معاها السكر الناعم سكر غلاس، ديرو زيست دو سيترون، نديرو زوج صفار غير صفار، البيض نحتافظو بيه، نديرو صفار تاع زوج حبات بيض. البيض نخلوه باه نرمدو فيه هذوك لي بول باه نديرهم في نواة كوكو، درتنا في الصفار، نخلطو نواة كوكو نديرو ونلمو بالفارينة، نلمو الفارينة ونزيدو باكي تاع الخميرة ونلمو بالفارينة، منيبسوش العجينة. ها طريه نديروها لي بول، دي بول صغار نديرو في وسطهم لي سوريس كونفي، من غير نص حبه نغلقو ونديروها في بياض البيض، نديروها في نواة كوكو، نديروهم في لي كيسات. زيدكم حبه كويره نديروها هنا، نديروها في لي كيسات، ندخلوهم في الفرن يطيبو. الكاطو تاعي لي بول تاعي طابو، نديرهم هما سخونين، نديرهم الحسر، نديرهم الحسر، نديرهم
الكاطو وطاب بالصحة والراحة، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي وشكرا.